انظر لهذه الصورة، ماذا قد يكون هذا؟ وحش مخيف؟ دبين صديقين؟ أم شيئاً مختلفاً كلياً؟ على مدار قرن تقريباً استخدمت 10 بقع حبر كهذه فيما يبدو غالباً أنه اختبار للشخصية الغامضة. بعد أن ظلت طويلاً حكراً على أطباء ومرضى نفسيين، قيل إن هذه الصور الغامضة ترسم أشكال عمل الدماغ. ماذا يمكن أن تكشف بقع الحبر؟ وما آلية هذا الاختبار؟ لا يركز اختبار رورشاخ الذي اخترعه الطبيب السويسري هيرمان رورشاخ مطلع القرن العشرين على رؤيتنا للتفاصيل كثيراً، بل على طريقتنا العامة للإدراك. كان هيرمان الفنان الهاوي مفتوناً بالتباين في الإدراك البصري من شخص لآخر، ولازمه ذلك في كلية الطب، حيث تعلم أن كل حواسنا ترتبط ارتباطاً عميقاً، ودرس أن عملية الإدراك لدينا لا تسجل فقط المدخلات الحسية ولكنها تحولها أيضاً. وحين عمل في مستشفى أمراض عقلية شرق سويسرا، بدأ بتصميم سلسلة من الصور المحيرة لتكوين رؤية جديدة لهذه العملية الإشكالية. باستخدام لوحاته من بقع الحبر، بدأ رورشاخ اختبار مئات الأصحاء والمرضى النفسيين بالسؤال ذاته: ماذا ترون هنا؟ ولكن ما رآه المشاركون في الاختبار لم يكن الأهم لدى رورشاخ، بل نظرتهم للمهمة والأجزاء من الصورة التي ركزوا عليها أو تجاهلوها. هل رأوا الصورة تتحرك؟ أساعدهم اللون في بعض اللوحات على تقديم إجابات أفضل أم شتتهم وأربكهم؟ وضع رورشاخ نظام ترميز لإجابات المشاركين، وقلل فيه نطاق التفسيرات لأرقام قليلة يسهل إدارتها، وأصبح لديه مقاييس تجريبية لقياس كل أنواع الخاضعين للاختبار: المبدع والخيالي والمهتم بالتفاصيل وأصحاب الرؤية العامة والمرنين القادرين على تكييف نظرتهم. ارتبك البعض وأدلوا بالإجابة ذاتها عن عدة لوحات، وقدم آخرون توصيفاً استثنائياً وممتعاً. تباينت الإجابات مثل اللوحات، ما كشف عن أنواع مختلفة من مشكلات إدراكية يسهل تفسير بعضها أكثر من غيرها. ولكن تحليل النظرة الشاملة للخاضعين للاختبار تمخض عنه نظرة واقعية لنفسياتهم، وبدأت الأنماط تتراكم بخضوع أناس أكثر للاختبار. قدم الأصحاء ذوو الشخصية المتماثلة رؤية متشابهة كثيراً. كانت رؤية المصابين بالمرض العقلي نفسه متشابهة أيضاً، ما جعل الاختبار أداة تشخيصية موثوقة حتى لتشخيص بعض الحالات التي يصعب تشخيصها بالطرق الأخرى المتاحة. نشر رورشاخ عام 1921 نظام الترميز وبقع الحبر العشرة التي لاحظ أنها تعطي الصورة الأكثر تمايزاً لنظرة الناس الإدراكية. على مدى عدة عقود أصبح الاختبار شائعاً للغاية في شتى دول العالم. بحلول الستينيات كان قد استخدم رسمياً ملايين المرات في أمريكا وحدها، ولكن رورشاخ توفي فجأة بعد أقل من عام على نشر الاختبار. وبعد رحيل مخترعه، بدأ الاختبار الذي جمع منهجياً بيانات ضخمة لدعمه يستخدم بطرائق تخمينية مختلفة. أخضع باحثون مجرمين نازيين للاختبار على أمل الكشف عن أسرار المذابح الجماعية، واستخدمه علماء أنثروبولوجيا في مجتمعات نائية لإجراء اختبار الشخصية الشامل. اتخذ أرباب العمل قرارات متحيزة تبعاً لجداول ترميزية مصغرة. بعدما انتقل الاختبار من عيادات لثقافات شعبية، ساءت سمعته بين العاملين في الطب، وبدأ الاستغناء عنه في الاستخدام السريري. ما يزال الاختبار مثيراً للجدل اليوم، ويفترض كثيرون أنه قد ثبت خطأه، لكن مراجعة ضخمة عام 2013 لكل أبحاث رورشاخ المتبقية أظهرت أن إجراءه على النحو الصحيح يفرز نتائج سليمة، ما قد يساعد في تشخيص مرض عقلي أو إكمال ملفات نفسية لمرضى. بالكاد يعد الاختبار أو أي اختبار مفتاحاً للعقل البشري، ولكن طريقته البصرية وعدم وجود إجابة صحيحة تساعدان أطباء النفس على رسم صورة أكثر تمايزاً لرؤية أناس للعالم، ما يقربنا أكثر من فهم الأنماط وراء إدراكنا. سارع بالاشتراك في هذه القناة لتكتشف سحر التاريخ وتستمتع بمغامرة في الفضاء الخارجي وتسبر أغوار الفلسفة التي تثري العقل وتعثر على إجابات عن الأسئلة الأكثر عشوائية التي تراودك عن جسمك وأكثر من ذلك بكثير. تابعنا وأشبع فضولك.